قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس إن تصويت الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي باستعمال الفيتو موقف مخيب للآمال ومؤسف ومخزن وغير مسؤول غير مبرر. هذا كما اعتبر الرئيس الفلسطيني أن الولايات المتحدة خرقت جميع القوانين الدولية وأخلت بكل وعود حل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة، وسمحت لإسرائيل بإضعاف السلطة الفلسطينية الوطنية، مشددا على ضرورة أن تدرك واشنطن أن الشرق الأوسط لن يستقر دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وأن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خطوط حمراء لن يسمح لأحد بتجاوزها.